لا هو فعلا الواحد ما عادش يقرا تعليقات، يعمل كتم وما يحرقش دمه بجد. لقينا شكرا ما يا شاء اتش. الله، ما شاء الله كل يوم تلقى 20 واحد مبلغ. لما باجي اقعد عندك واجي اعمل كتم لحد ما يريحوش نفسهم يخشوا يشتموني جوه. طيب ايه يا جدعان؟ هو انتوا يعني يا تغلطوا في الناس يا تزعلوا، وفي ايه؟ انا ما بعملش كاتم، اعمل بلوك تول، اعمل بلوك تول. انا انا ما عنديش حد اصلا الله يبسط. هما عايزين اللي يقعد يتنطط يا مريم، وانا ما عنديش طول بقى. شباب تكبيس وشاي. مش تتنطط. طبعا الواحد بي 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 دليل من مصر، هذه كانت على البارح. ريس ده هو مصر صعيدي، ويعني المفروض فاهم. انا مش فاهم ماله، كان ماله. والابلة التانية دي انا ما اعرفهاش، هي صديقة عندي بس انا ما اعرفهاش. اوكي ماشي، يلا انا بلغتهم ومش هحل البلوك. انا ايه ما عملت بلوك، هلا ياما هلا يا ياما. مشاف يا ما لا ما عاد. وبيقول لك بيبوظ اللايف ولا بيبوظ ولا حاجة، بناقص. انا اهم هلا يا حاجة شباب اللي ماشي. انضموا النهارده. اللي يكبس عايز يكبس، يكبس مش عايز هو حر. انما ما تستفزنيش بكلام، فاهمه؟ انا قاعد قدام القمر، انا قاعد قدام، انت واللي ما شاء داخل الله. عمال بيتوب هنا، انا مش عارف ماله. ليه هما راهو احنا في بنعمل ايه؟ ما المكتب، هما في احنا قاعدين المكتب زينا زي الناس اهو. احترمي ولو مليكة ما شاء الله. والله عادي ده على الملك للمال. انا عادي، ما برد عليهم، انا نعم بلوك و لا مخي لا هكاك. انا حتى انت تلاحظي امبارح يا مريم، انا اتعصبت، انا اتعصبت امبارح بجد من اسلوبهم. وبعدين كومنتات كومنتات كومنتات، انت فاهمه؟ انا مش فاهم انتوا بتترجموا ايه. خلاص خلوا ايه يعني، في شويه كده. لا قرصوا في الكلام امبارح كتير، وانا قاعد قدام الكاميرا، وانا المطلوب ان انا لازم ارد على كومنتات. اصل دي ناس يعني الليفن بتاعهم عالي، الناس بتبقى واخده بالها من الليفن ده. الدولة يا اسكندر، هلا يا ام المصريين، منورين يا شباب. هلا ورده، فين؟ تكبيس وشاي. وي وي علوا اللايف يا بنات. الو، بيهي. اوكي، تكبيس وشاي. يكلمك انت، قال لي كلمني باهي. ليه باهي ليه كلمني؟ حط شباب عامله تكبيس وشاي. شكرا يا ورد. باهي مريك. اوكي، باي. الثلاثة اللي عندي كبسوا يا ولا بنات. يا اسكندر، نو ولا ليه، ما قلت لك. اي اوكي يا اسكندر. تندر هيجعفل ولا ايه؟ عرفونا عشان انا قلبي رهيف ما بيستحملش. كده انا اطمئنيت. شباب تكبيس وشاي. انا مش عارف الواحد اصلا النهارده، انا مزاجي مش حلو. شاطر يا باسم، برافو عليك. ايه رايك يا ام المصريين؟ هادي، انا هادي ومركز اهو. كبسها ام المصريين، ربنا يديك الصحه. شاطر يا باسم، ايه رايك؟ عجبتك؟ راجل هادي وراكز وعاقل. العصبية وحشة. أكيد إلى هلا أنا يا ماما شرطة دلي. العصبية. هلا بابا المجد. لا مش حاجة أعصابي. والله العظيم انا بصي، لازم الواحد يبقى اعصابه تلاجة إلى نتعصب في المواقف اللي زي دي فعلا. دمي والله وصوت دمي انا مش واخد على كده، والله اعصابي بتفلت في ثانيه. على ايه العصبيه؟ مش الدنيا حلوه يا عم. لا العصبيه حتى الواحد